Yo, what's up, guys? Welcome back to Kuntaveli Live, where we react to music that are not live but lively, man. Today we are back with another reaction from Lofty Double Ken on Philistine. Hey, that second name is so hard, man. Lofty Double Canon. Okay, let me stop talking too much and let us see what Lofty today has for us. You get me, fam? If you're new here, subscribe. Don't mind the background noise, okay? Let me stop talking and let us get straight to the video. Double Canon. You have not told me what. Why did he call himself Double Canon? Please, in the comment section, do me a favor. فلسطين راهي تنادي هل من مجيب شكون اللي راح يتحرك باش يعاونك وين يجيك فلسطين راهي تنادي شكون راح يجيك شكون يفاجئ عليك وشكون عمره ما حيلاشيك فلسطين راهي تنادي هل من مجيب شكون اللي راح يتحرك باش يعاونك وين يجيك فلسطين I feel like this song has a message. I feel like it has a message. Is it about Palestine? I'm not sure, guys, because I've related that word Palestine and Palestine. I'm not sure, guys. Don't judge me. شكون راح يجيك شكون يفاجئ عليك شكون عمره ما حيلاشيك الامور راهي معفنه من القطاع للضفه كلش راهي بخايب وبلاصه ما بقات نظيفه ربي يلطفها كلش راهو خراب كلش تحت الغبار خاطر كل يوم كاينين غارات الطغاة غاط ظلم ودمار عايشين غير في الظلام حياتها كلها راهي دمار اطفال بدون ضمان امهات راهي ارامل تراهم في البراري مرميين في كل الاراضي الصور راهي شاهده كلش مسجل دمروا المدارس الكنائس والمساجد اسروا مساجد. I still like his flow. I like how he raps so fast, man. So as I'm looking it has a message. This song has a message about something. People are going through hard times because I can see through the video, man. Even though I cannot understand, but I can see. أطفال ولا الشياب قصف كله عشوائي حتى في المستشفيات شبابها كلها متشردة من كل الحقوق متجردة كل خطرة تشوف ضربة جاتها في رجلها وجهها في جلدها حراس عليهم متشردة كل جبهة تلقاها جبدة شيوخهم في وقت الشدة راهي سجدوا في ربي الشدة Hey, take a slow man. Lofty, take a slow man. You're so fast, man. فلسطين راهي تنادي هل من مجيب شكون اللي راح يتحرك باش يعاونك وين يجيك فلسطين راهي تنادي شكون راح يجيك شكون يفاجئ عليك وشكون عمره ما حيلاشيك فلسطين راهي تنادي هل من مجيب شكون اللي راح يتحرك باش يعاونك وين يجيك فلسطين راهي تنادي شكون راح يجيك شكون يفاجئ عليك وشكون عمره ما حيلاشيك اراضي مقدسة بصح محتلة امتنا مقسمة خطك منحلة شعوبنا مقصرة بصح فرحانة قلوبنا راهي قاسية على ذكرنا في حالة مش راني نقولك يا هيج وحررها ولا روح جيب السلاح باش نحارب وديك اللي حاربها دي حاجة صعيبة يحبلها ومش قادر تتحملها وانا يا You know his videos are always simple but they have a message. No, the video is simple. It does not need those fancy things, you know. That's what I like about him, man. He's so simple. حبك تدير حملة ترحمها ولا تحرمها الناس لتم حلمها تاكل تشرب ولا تداوي حبة كسوة ولبسة مفصلة وسترة باه تداوي حبة تربي دراري اليتيم راه يعاني حايب ساكن واسع ويعيش حياة سعيدة عادي كل واحد فينا يجتهد كل واحد بطريقته كل واحد فينا يجاهد بأسلوبه لعقليته وادعم القضية ولو بأضعف الإيمان انت دير اللي عليك والباقي على ربي المنان فلسطين راهي تنادي هل من مجيب شكون اللي راح يتحرك باش يعاونك وين فلسطين راهي تنادي فلسطين راهي تنادي شكون راح يجيك شكون يفاجئ عليك وشكون عمره ما What does فلسطين اي نادي مين حيلاشيك فلسطين راهي تنادي هل من مجيب شكون اللي راح يتحرك باش يعاونك وين يجيك فلسطين راهي تنادي شكون راح يجيك شكون يفاجئ عليك وشكون عمره ما حيلاشيك فلسطين راهي تنادي So guys, man, we have reached the end of our reaction, man. I think this song is related with the ongoing war in Israel. I'm not sure, guys, but this song out of a 10, I'm giving it a 9.5 because it had a good message. It had message, man.
you know, it had message. So guys, man, if you're new here, do what? Subscribe, like, comment. You know what? It's free. Don't you like free things? And I'm out.